الطريق الوطني رقم 1 أو الطريق العابر للصحراء شريان حيوي يربط الشمال بالجنوب، ففي شطره الرابط بين الجلفة والأغواط على مسافة 64 كيلومتر أصبح ازدواجيته مطلبا أساسيا لمرتدي هذا الطريق. الطريق الوطني رقم 1 معروف بكثرة السيارات والشاحنات، مما أدنى خلق إلى أزمة في السير. تمناه إن شاء الله يعودوا ويجدوه ويفتحوا الطريق المزدوج الآخر. سير كراسي وكينا بزاف خويا، كينا والله كينا الطريق أنا مضغوطة بزاف صورتو المرسو هذا. لازم تكون دبل فوا باش تكون شويه الدعوه متنفسه برك. معاناه في السيركي لاسو الطريق ضيقه، فهمت؟ نطلبوا دبل فوا. مطالب ستتحقق على ارض الواقع بعد اعطاء اشاره انطلاق انجاز ازدواجيه هذا الطريق الوطني الهام بكل من بوكازول نحو ولايه الجلفه، الجلفه الاغواط. طريق وطني هام جدا، عنده استراتيجيه كبيره. اليوم هذا تنطلق الأشغال بالنسبة ل 64 كيلومتر، فيها ثلاث مجمعات مؤسسات. عدد المؤسسات تضاعف لأننا نريد أن نحقق وننجز في الميدان هذا المشروع، ليكون طريق سيار كله إلى من جزائر العاصمة إلى غردايا كله مزدوج. لابد أن تكون نوعية حسب ما قد تقوله المقاييس. فبازدواجية هذا الطريق الوطني في مقاطعه المختلفة ستفك الخناق على حركة المرور وتقلل من الحوادث، بالإضافة إلى تسهيل وتطوير الحركة الاقتصادية للبلاد.